الراديو 90 90، هواها مصر. خلونا نبدأ كده بفقرة لي. هقول إيه النهاردة؟ هقول ليه يا ستات، ومش بالأخص الفقرة دي تكون للستات يعني، بس هي أغلبيتها بتكون اللوم على الستات. هقول النهاردة ليه يا ستات عايزين تفتحوا، ليه عايزين تغيروا لون بشرتكم اللي ربنا خلقكم بيها وبتضيعوا نص فلوسكم على الموضوع ده ليه؟ أنا شخصية مش عارفة، لأن أنا فعلا بشوف إن السمار نص الجمال، وعمر أبدا ما كانت الحلاوة بلون البشرة. هنا في مصر عندنا كده معتقدات إن البنت عشان تكون حلوة لازم تكون بيضة، أوكي؟ ودي أول علامة لجمالها، بدليل إن لما حد بيكون جايب لحد عروسة يقول له آه دي بيضة وحلوة، مش مهم بقى هي شكلها عامل إزاي، المهم هي تكون بيضة. بعد كده طبعا أكيد بيجي الشعر الأصفر، نصبغه أصفر سواء لايق علينا ولا لأ، لانسز بقى، عيون ملونة. أنا مش فاهمة مين قال كده، عمري في حياتي ما فهمت، بجد بجد صدقوني عمري ما فهمت. يعني واحدة بيضة لا ملامحها حلوة ولا شكلها حلو، واحدة صمرة أو خمرية زي القمر برضو يقول البيضة أحلى. الفكرة أكيد أنا مش هقدر أغير رأي شعب بحاله، مع أني صدقوني حاولت ولسه بحاول، بس زي ما دايما أنا بقول، أنا شخصيا ما بشوفش في بنت حلوة وبنت وحشة، في بنت مهتمية بنفسها، بتعرف تلبس، عندها ستايل، عندها ثقة في نفسها، أنا بالنسبة لي هي دي البنت الحلوة. ما علينا، ده مش موضوعنا النهاردة، نرجع لكريمات التفتيح. طيب يا ستات ويا بنات، لو عايزين تستخدموا كريمات تفتيح أوكي، اعرفوا حاجة بس، إن عمر ما كريم التفتيح هيبيضكم، بمعنى إن كريمات التفتيح عشان ترجعكم لونكم الأصلي فقط لا غير، لكن مش أبقى خمرية وهبقى بيضة قشطة، لا مش هيحصل خالص، انسوا أوكي. لازم لو هتستخدمي كريمات تفتيح تكون ماركة كويسة، ومفضل إن يكون روتين على بعضه عشان فعلا نوصل نتائج. لو أنا فعلا عندي بوع أو مغمقية من الشمس، وأغلبية الناس اللي بتجري وراء كريمات التفتيح مش بيكون عندها بوع أو حاجة، هي بتكون يعني 70% بتكون عايزة تغير لون بشرتها. مفضل دايما، او مش مفضل، لازم يكون تحت اشراف يا دكاتره يا خبراء تجميل، ناس فاهمه، بس ما اروحش احط ايدي على اي كريم تفتيح وخلاص. واكيد لازم ضمن الروتين يكون في الواقي من الشمس، عشان لو مش ضمن الروتين اللي بتشتريه لازم يكون عندك الواقي من الشمس حتى في الشتاء، عشان احنا مش عايزين نفتح من ناحيه ونرجع نغمق من ناحيه تانية. عموما يا جماعه ليه بقول لكم الكلام ده؟ لان كريمات التفتيح عملت مشاكل كتيره لبنات وستات وحتى رجاله استخدموها، اوكي؟ انا ما بقولكوش ما تستخدموهاش، بس استخدموها صح وجيبوا ماركات صح وافهموا انتوا بتعملوا ايه، واستخدموها فعلا لو انتوا محتاجينها، مش على الفاضيه والمليان. لما انت توصلي لونك انسي، مش هتفتحي اكتر من كده، بلاش تهلكي بشرتك بحاجات مش لازمه. وارجع اقول تاني، الجمال عمره ما كان بلون البشره. يا ريت بجد اكون قدرت اوصل لكم، لاني بحاول سنين اوصل لكم وبرضه مفيش فايده على موضوع البيضه والسمره. ايه رايكم نسمع اغنيه ولسه مكملين؟ وجمالك في ايد امينه.